سمجت إن اللو متشوجني عا واحد دون تانا كوه ذا شيء. أرتمرك هو روح ويا دودان مش تعلو وين لصحه. In principle هدي للدوديو أو constitution كله الدوديو. وين لقدو ذا وحي سوماليش كوكته. ما أهن شخصيات سومال فدر government كميت كا وحي برلمان كا إن هذا مذوب أوجين أو host لقوه أو transparency لهين أو خوف أوك أن لا أوجين. وحيهان لوغين إن لقد بيت قريو هاد سلاد لما تكون كرادون ويسيسن سومالي فدرو غوفمنت مانديت أيه لحيت مانديت كيدو كالي حتي the first thing وهريا لوحوي هورت شرعيين وصول لابط first thing لوغة بهاي وحوي شرعيين واني وصول لابط مانديت كي مدحويناه ومدحوينو كن نغضي أو أحايت inu wadanka election geeyo en dastuurkaas qabyo qoraalka ah en sideedii inuu u sii wado aysan ahayn mid cusub inuu keeno meshii baashay ka halaabay halka way nobody didan ma jirto dastuurka in la sii wado waxa la diidan yahay waxa weeye brand new constitution aan jeebka kala soo baxay oo presidential ah wo that's waxa la diidan yahay هدي مدحوينها ودوني presidential system إنه يعني and so كرديو وإن أكوية ماذا consultation and consent with the Somali federal states هنيكو حنقال لي هو legality of وحلو سمي ما هن أفا يقويا لو الله حد لا ما دستور كوا واحد دتك كوهشيين unfortunately كان سيكستيجي وحال اسكا ساري قانا دال قليي ميد عسوان لوغسو سميين بقاتي وان اكسبت قريني هادي لدوني ودن كان استابلتي جيسا ان وح سكوريتي لغا خبتو وي لو مرا ايا جرتا the only thing هاد وح لوغو قاباني وحيتاي in consultation لوغسو مي وحكستو ايماني especially Somali federal member states وان اكا قوانتا ايقنا haddu hal maqan yahay nothing will work because constitution kaad madaxweynaha u noqotay yaa ku xukumeysa adiga haddii la doonay Soomaali in la mideeyo xaafadiina kelima mideeyneysa those questions waa waxa la isweydiinay again and again first thing waxa weey inaana yani space of run oo aan ka debate gareen waxaan jirin هاد ورسام حاكوا ضايع يعني حافظين لميات كليه. أوكي عبد الرزاق فيري. أنا مركّع. أنا وحنا كوا ضايع حوي. أنا مركّع رير كي did you know إن نحتاج دولة وبهنين. أنا جا يافرت أويلا وضلني وضلاست نيمك وضلنو ما هو بهنين بالدولة. وحنا ناس كوا ضنينا وناس كنا قيسينا هين كان دون هين كان دون قرآن بان أخرسنا هين كان دون غف كان سدونا سودلينا وحنا دونا سميننا. Lakin when you deal with strangers, when you deal with the government, when you deal with neighboring countries, waxa u baahan tahay constitution, waxa u baahan tahay system of governance, waxa u baahan tahay leadership, waxa u baahan tahay vision, lisla og yahay. Ani hadda kor waxaan idin soo saaray anoo shacab ah ayaa waxaan yani propose gareynaya in la isugu yimaado baydhabo. مادام بنتلان لي رجيت بكرتي مادام لي رحمة مدوي هبلوك الاسمارك كران نين كان كلا حمر جون وحكى الدنيا نين كان بيرد وجو at least ينو النخضه neutral position ينو قاتو يعني you have to look at the holistically in our act to Arrington نين كده هاي هداي استديو اتجي يعني لو ما بهناي ووو ما حكال لسان وحلا وقف لي ما حكال لسا وحكال لسا دتكي ماشان سوق امي حكال لسا haska baxana leed maxamesh ku haray adey baxan waxaanu nusaxna hadii la debate gareynayo aan debate gareyn is afru ilo sheekaysanay samayshans ku timid way absolutely dawladdu waa inuu soo noqdo sharci haduu san qabaneen dawladda there's no sharci there wa salaam ya عبد الرزاق أنا كم وذن أنا كم وذ دول هذا هسكت كان كم وذ حقا هذا الكاي جلماني ده بنت لا أنا متي كرتوا سمار لا أنا متي كرتوا وقتها ودن كدولة بولاية
بنتلان الريبرزنتيشن بكل هذا الدولات ولي بقى يقعد سي فير يفرلاتي وكسوح شيء أو دكتوريشن برلمان كده شو يقعد حلوكو كياني أو ولي بدني بقى كياني أو سي ماركنو إن ونقن كي نظام كي جرى سو كده البوذي بو كياني مركا وح ميرو سعد ما جري ده كان ما كنا تغياني وحنا نقول لنا هي استهدا دولدة حق لجيستانو دولدنا استهدا حق لجيستو فكر كهاد حاجة وكده وجينا أنا وان قبا أنا كل خاص أهان إن هذا عبد الرحمن هذا الكيس وحن كده جيسني هدي هذا إن لا يوجد بالنظام كان أو إن هدي هذا الويشي مذهويني مذهوين كلين معناها سير لوس ودورنا يا مذهوين والله أكتفي هذا قوته there's nothing لا يوجد بكرمجته without agreement معناها لكن أنا فكر حاجة أنا وحن كوشة فكر كان قبل فكر كان قبل أنا وحاول دستور كقرآن معها ولا بدل كراه ولا مدع سبان قرآن كنا مركز ده وح موقته إن هل كان كفيرنا أنا وننا أسكو أكرنا أنا معها تاس بنكو ذي ما هنا وح كله ده أنا وده ما مدش no bar كود جدا مجرد with consultation أنا وده هو debating this مركز لكن الفكر كا وصالح حكومة سنتها لأن أسوأ اللي عم نساقه أدب ما سنتها وكا كود بيننا أن حد يرسم أدب ما سنتها ولا القفل بدي فكر كلية هي مركز تدل يراه الدبيت قرينا يا منه عبد الساقو عبد الساقو عبد الساقو و veteran دبلوم ما مغلين عبد الساقو كنتي عبد الساقو دنجر عرالة هلا أو ما مغلية دنجر عرالة دنجر عرالة هوس ما كود جينا كوم مغلية سوء عرالة ضح يا مغلية اسمع دنجر عرالة هوس ما كود جينا وكسوا قبرنا لقوم مغل هوس تبغ كسوا كسوا قادنا أوكي واي واي عبد الساقو مرك قفل بحليها حاجة وفكر بوليها هي أركتي بوليها هي مركا سولو ولا حاجة عبد الساق اللاومي and principle of debating وحدها وحجرين لقى وضعه ولا لو حجرين لقى ما هالذكره محاجرة وحاجرة دستور قبيعه إن دولة لو ديبي محاكلو جرا برلمان corrupted إنه جرو وحاكلو جرا ما ملا أن perfect أهين that's وحجرة سيدي لو صحي واه هدي ديسكشن كي هي يا ابسولوتلي واه انو اجريمنت كو يماذا واه انو كونسلتيشن كو يماذا واه انو كونسنت لي هي بيكوز كونفليكت وكسو دالنا ما واه 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 صح واه تا روح وكا هادلي ولا جيرا لا سو غليا انيغا ان مره بدي هوست بان هي ان اد يا اد عبر ساقو ما وديس اجريمنت وحيتا وديس اجريمنت ان هيز تيرم معناها ما هي الناس كو علين ان عبد الحان ولا وانسينا يا حاج ورسا وانسين دونا سواشاس ان وانسيد لك وانا كسوقلد بان مده دير سوغيي اني مرك اركتيدايدا يو سومالي اكتيفيست بس ارا دي وي اني هوست بان هي مرك وحا اسكو داي انو اوغ اركتيدايدا ميشا يتحاي حدنا إن الحوار كيان اللحظة مركا وحنسينية لكن لوح بسيفي عن رنتو وتابتي ويروحن سيكون سعدان هدي ميل بريزيدنشال سيستم لقف لي إلا واي كان لذي بالقصة جيرين لحدني لحدي كنت لانو كله أي نقصا مركا برايم مينستر كي يا 4.5 يا مدحويني هل كان سامقصة جيرين لكن هذا هو حلو ليه هيبة مدحوينا يكوين كتير لا لقو دورنا ما عبد الرساق أنا وحن ديدنا هالنوشن كأه presidential ك has to be one person one vote because دول ده وحويان even parliamentary that's the way it is ما even ما هن it's not pity ما وحد يشك أدون كمل ما أدون كودن parliamentary أنا ويسن شعبك وعد حمية هجرة معناه it doesn't exist parliamentary collapses one of the conditions وحوي that could they have to vote for the MPs the people have to vote not in a ragiski yas ka dortan marka the same way goes for Somalia this is what your system why it would work either way Abdirsaq waxa yara ku dareen less than a minute Jibril oo keda dambas way women's right nasiya waiga madaxweynaha daaragta loo doorta where as parliamentary waxa prime minister ka aya baarlamaanka doorta أسعد دكتور لكن مدعوينا داركت على دورتا داركت مركز حسن مدعوينا مركان نحن داركت هو يا كلي كنا داركت مركز برلمان كسر قلنا سعيد داركت ده نجري عمله بروفيسور
ما عبد الرحمن وحو ليه اللي جي في انا بنان سكران 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 فيري مدحوينها الالكترال كوليدج بامريكا كدورته ددكو دايركت لو ما دورتان تعال صوت عبد الرساق مركينو كهدلين سوماليا مركينو كهدلين سوماليا وحا جيره بارلمانكا انو سو دورته مدحوينه لاس توك اباد ذات وحا جيره وحا كلو دن ما جيره ما ابسولوتلي ما تاس لا فكيدا شعيب سودو هذا ما سنتي يا برادر ما انت بس جاي هذا ما سنتي انا عارف مش كنت تدنى والسلام يا هي وجهي ذا سلام يا عبد الرساق هذا يو سومال يو سلام يا يو علي هذا العال ان بعد هذا يو انا وحن قلت كحليا ان ارين انكل كلا ربعنا كفيري ارتا المدعوين هنا مركو يعني حفيظ سوكر او سوكري wuxuu ino balan qaaday horta in markii hore al-shabaab inuu macnaa meel saaray waan waxa ay hoos maanay saarintan oo qaldiyay een constitution marka een wuxuu balan qaaday inuu yaani markii hore al-shabaab uu wadanka sifeenayo mid labaadna een Soomaali oo heshiis oo wadanka dhan yaani oo gacantisa marka madaxweynaha waxa macnaha aniga dhihi lahaa een baraktida gaaban hadii uu yaani constitution karo inuu yaani isku saxo ama uu rabo inuu constitution wax ka bedelo ama inuu wax kordhiyo soo ma qorax badnaan in wadanka markii hore een arimuhu balan qaaday een asigoo wadanka DP al-shabaab een waqtigan uu ku socdo laba sano ay u dhiman tahay kadibna maamul goboladeedo dhan uu yaani gacantiisa dadanta ugu badan ba wax yar ba xataa uu harsan wax badan uu ana asiga wax kana siif fiican dhila madaxweynaha hore ee farmaajo asiga haddii kana siif fiican oo aan aad u fududahay inuu maamulo goboladeedo dhan uu gacantiisa soo geliyo oo wax isku ogolaansho ay meel isla dhigaan dan kadib in loo gudbo constitution taana waxay qaadanaysaa waqti marka constitution inuu san fududeen ama inuu yaani dastuurka ama wax laga bedelo ama wax lagu kordhiyo inay san fududeen qof walba uu ogyahay waqti badan ay qaadato marka su'aasha aan rabo inaan macnaha dadka adiga igu gudbiso ama adiga jawaab aan qof kale yaani dadka aqoonyanka meesha wada buuxa haddii oo madaxweynaha laba sano u dhiman tahay wadankan dadkii khawaarijka ahna aan weli laga nadiifin maamul goboleedyada oo dhan oo gacantiisa ay ku wada jirin oo yacni oo hoos imaanaya dhanka sharciga iyo maxaa la yidhaahdaa constitution-ka ama macal dastuurka uu rabo inuu wax ka bedelo hadduuse intaa isku haysaan constitution sidee ku dhici kartaa mise madaxweynaha ajanda kale oo yacni constitution ka weyn ayaa miiska u saaran anaga ogeyn su'aashidu waa inta oo kaliya ma maasantahay aad baa u maasantahay su'aashaas habeen dhaweyd na qof baa na weydiiyey I don't know in duux ya xusuustaan oo socda oo aan dadku ogeyn laakiin waxan waa wax yacni dunya oo kale oo dadka loo tuuray oo dadka lagu mashquulinayo siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaali laakiin waxyaabo kale oo aan ogeyn baa socda relevant question way ayahana soo dhow waa mahadsan tahay waad salaamaya cabdirsamo hoos baa u degayaayo su'aashaani oo hayo ilaawin insha allah oo dhigisan mahadsan tahay shacayb inta gacanta u taagan iyo inta madasha joogto idil waa wada salaamahaya horta wariyaha system ayaa ka bilaabay wariyaha system waxaad uga gudbi kartaa cabdiraxmaan it's by implementing one man one vote very simple to implement one man one vote
It does not have to turn the whole system upside down. Warrior system ka, the only way at the good basis was one man, one vote. And is it achievable? Absolutely, yes, it is achievable. But when it becomes an agarar, an fresh, a sprite, is when you say, I'm aiming for one man, one vote. But guess what? I want to change the course of the political roadmap that we have. At the same time, I want to amend over 100, over 100 points in the constitution where there was only afar qodob u baahna in la isla afgarto la isla meel dhigo and call it a day. If you want to change the political discourse of the country, you need a political cohesion in a wadanka uu ka jiro. But amending a lot over 100 things, then you're asking for a tall order that you cannot achieve, Mr. President. It's as simple as that. Third point, Wahawiyan, a lot of things on that list is nothing to do with constitution. Wahawiyan, legislation sakabuha. Why do we have to have legislation in the constitution? And I don't know. Qofki iga aqoon badan, fadlan, take the mic and educate me. Because wax u baahan legislation, waxa constitution ka loola tagay anigu garan maayo. Waxa political discourse ka loo socdo from one system to another, lagu lifaaqayo constitution amendment. I will call it amendment. I'll keep calling it amendment, even though it's not an amendment. How much do you have to amend for it to be amendment? And how far do you have to amend it for it to become a new constitution? Because if you keep tweaking it, over 70% of it are tweaked, and bedeshed. Is it still amendment? Or is it a new constitution? How much do you have to change for you for it to qualify to be a new constitution? That's not a su'al u baahan in an isweydiino. Besides that, why does the president need to change the discourse? Why? Okay, you've changed the discourse. Let's say he's achieved it. Does he have enough time to go on one man, one vote? He does not have the political cohesion of the country. And you want to have only two political parties. Why the limitation? For me, waxaan waa tall order. Waxaan dhihi lahaa, Mr. President, you've pushed it enough. Don't be blindsided. Because at the end of the day, Butland tried it and it failed. And it went back to square one. How much money was spent? How much time was spent? How much effort, how much niyachab islaanta siddeetan jirka ahay, odaygiisa toddobaatan jirka, siddeetan jirka aha. Dhalinyartii yaryarayd oo banaanka istaagtay oo lahaayeen, yes, we finally getting our rights, we're getting adkeenaan exercise gareenayn our democratic rights. And that democratization did not happen. It did not happen. So what happened to them? Back to square one. You don't need a society that feels that's it, that gives up. You need a vibrant society to move on, to have a vibrant Somali. But people are tired. Why do you want to make them more tired? People are tired every day. La qarxinayo every day. That is dilaya every day. Qawarij la dagaalamayo. People are tired. They're exhausted. Why do you want to bring more exhaustion to them? Why don't you simply do the 1, 2, 3, 4? Those are the things. Let's go. Afarta qodob. You have achieved a lot. You would have a legacy. Khawarij ba la dagaalantay afarta qodob waad samaysay, and you've moved on to one man, one vote, as much as la samayn karayo.
but very simple. But you bring legislation into it, you change the political discourse into it, people are getting tired, people are getting confused. They don't know what's going on. We're having a discussion about this is a new constitution. We have legislators who are telling us this is a whole new thing. But yet we have other people who are telling us it's not a new thing. So who do we believe? I have no idea. I don't know my right hand from my left hand. I'm Ayeyo. What do I do? You know, so everybody knows what is going on. Does anybody have any concern about her? Do they even know what she's thinking? Is she counted in any of this? Is it counted in any of this? Or they're not citizens, they do not matter. We have to see what can we achieve. It's not what we want. There is no tailoring of surwal, it's only shar. Intaas na wayga kaftan. Abdirazaq wa ku su'ali, but realistically, conversation ka inu noqdo ku ekaado, what is achievable, aniga I think is more tangible rather than what is not achievable. Sheekadan legislation lagu darayo constitution, political discourse lagu darayo constitution, and limitation of political parties, for me it's all a recipe for disaster, and Somalia has had enough of disasters. We do not need a isqabsasho. We do not need another confusion. We need a vibrant society. So for me, Mr. President, you've done a lot. You've achieved a lot. So you are leaving a legacy, leave a clean slate legacy. Unless the wooden can and Lord the arena, you in la yesho, and which I doubt very much. I don't like in conspiracy, but in Lord the arena, you and kingmakers. Somalis do not have kingmakers. Our kingmakers are directly Western world, that we call them Basha Alamka. But guess what? All African countries have kingmakers. They're the ones who are in between the government and Basha Alamka. So is Somali being prepared for a new phenomenon that we've never had before? Are we doing this to create kingmakers? I don't know. Why this, Ali? Ad baad umaadsantahay ayahana waad ifahamtay markaan mikrofoonka taabtay. Ad baan kaaga mahadcelinayaa boqolkiiba boqol. Mikrofoonka markaan taabto waqtigaagii waa dhamaaday. Marka dadka hadlaya isha waan ugu haynayaan anigii ku hoosiyada. Markaan mikrofoonka furno macnaheedu waxa waaye waqtigaagi waa gabagabo. 30 second kusoo dhawey. أيهنا أذ بنك هذا ما تعلني بقولك يقول، وحن روا مرك أضياعش أنت أنا سين عمر يا ظاهر هالجماعة صهري مرك هالجماعة منا دارين دون سان قياس يا مرك هالجماعة صرنا وو كده من عمر بن سين يا ظاهر بن كوفجن توبي محمد نواس كوفجن يا صرنا وو أدي هذا يعني شو نروح الحين الحمد لله الجماعة صرنا وو اللي مغلي اسمه سوان سو مالك أبصر هذا بكم على الدنيا هذه يعني شو مالك تفهم هاللي هالجماعة وهاللي عبد الرزاق هالجماعة وهاللي هالجماعة هوس دعوك سوق بني النهر لقون بقله سوق هوس بخود تشيني يوم سوق من هذا عبد الرزاق المغرسة سفيع عبد الرزاق ما حصلت هاي هذه كفرو سمعك تفتي يا ذلك يعني عرالة كل عرالة ميلو تشوفها روبا ذاك ما يعني إن دقيستان هذا تشال هاي نكهة ضوا
حيبان نقول استقالات لكن ما دام ياسين مش كذا حي ياسين بدلوه قسم له نسيم ثلاثة دي مش كذا مغطى صار اسكت فور منتفي أيها لنا هلا ركفتم وأيها نحولنا هاني واللغة أنا كوارك حنا غنا إنجليزك حاجة سوالي محايد أي نوجود ده إنجليزك علبة من هاي موت مش نتكلم سوالي وشوكتو ده بكرة هاي وحنو بعنا لغة سوالي هذا أنا ما دوين كل ورد هو سوالي حاله بدأ حاله داوري لسانه ديو شنغاني يترتم إياه تيجي في غرق يا أبسلود يا بدي يا مركا الجماعة يا بدي لا لا لسان لسانه ده بس شينغاني شينغاني أبو السلام وا 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 لازم أنا أقول لك لغة الصباح يقول حلو برتوا عاد ما وصلوا ولا بقول لك أنت هذا عبد الرحمن دكتور عبد وحين قال له مهلا ليه ويل أني رأه أن أمرين عبد الله إنه ها إن بدنا بعد يصير يمشي موتي واحد ربنا إنه مشي واقع قرقرني عبد الله وعاد منه مهلا ليه ويل كسر قفلوا أمره كان مقيا هيبة لا أمانة حقيقة دي مركل تشوفه وحول ما أنا أنا لأنها حلقة أمان تحسينه يعني وحوين سلسي مود لكن مركل مقيا عبد الله يراد بروم هذا اللي يعني يسقي يقول كذا دقرنا سين دقن وأخلاقيا وناقصين أي محيط وحدين أدرحان صاحب أدرحان ويسوح الحدث برجع حصل قالت يعني رجبرين سؤال شيسي هدي بارلمانكو أستحيان الحكاية محيط هذي يعني لو الظهر أنا يوسف هذا في عالم السويدية بروح بدل يكسب له حكاية شعبي أدرحان يسو قابكو هذا إنه هو فسري مركانو أي وقابك هذا إيطاليا واستماش إنك سويت إيطاليا بريسيدنت مستماش رئيسوسار استماش لكن حلو أنا ده واحد دورت شعبك دورت حلو أنا كذب شعبك دورت رئيسوسار دورت كوس وقصيدة عبد الرحمن هدي إنه قاعد النبا بريسيدنت كه هبوط دورت هم حلو أنا ذي حلو أنا سوكم هوريسين أي محيه هذي شعبك صوت دورت شعب قال لو هذا سو دورني لفتركو جميل دي حقيقة شو قال دي دولة بنتران ترى هذا أنا كمان هذي وين ما مفروض كنا عيا دي أنا كهيج متشرط ما كان سؤالي إذا لفتركو كمان هذي يعني لو بعدين كشوف واشوف شو جميل شهادة شوف وين متي مركا إن كونستيوشن كوا حكوا هوري ما في الشقة كوريس وأنا قصدي طبعا عبد الصابق كونستيوشن كشقة كوريسي كونستيوشن هو حيلا هو وين ده الكلو بعدين لكن شقة كوريس شقة كوريس وحوي وحويا إن ذلك اللي هو حرية أرجع حسده أبسلودلي ذلك أرجع حسده اللي هو حرينين كونستيوشن الدمان كرية هويرات المجرد وإنت على الأول تسمال لنا إن تذكر أي وحوى وحوى سكان دقيان وحوى ما اللي أنا سمال لنا وحكوين من كرية وحى وحى سحبار لنا هذا فور إكسامبل دائما إما كده دم باي ناس عارضوا حد ورسلا كقبتني لكن واجي وحرة يقول هذا حلو أنا ضايق ومقع عودة إسحبار بيكون كيني كيني موت دورشنا كمية كمية كيني كيني موت مرجع حلو أنا ضو حلو كيني كريه بس إسحبار لأن هو وخ وحلو يجي يا وحيله فر بدن بلو يجي كريه مرجع أبسلوني ما دحينا هو حاول يعني توتين حدا ما رمنا توتين السعودي اللي هو حساب تمو ديجان هذا حد إذا ما ذي كسر نقدين إمس ديجان لا يكسر نقدين إنت سو ديجان لا يكسر نقدين إمس وقف الكويني إنت سو وقف الكويني معناه إن ضدك أويني هذا دبي وصل نقطة محاهي وسبب هاي السويدية موت عبد الساقو مركا إن كونستيوشا قدرت كان لو تهورين يا موت ويعني يعني لفيرين إن وحيلها كي يعني كلام واوي لا وين لفير وحيلها حقيقة أنا وحن قبى غير مقدسه يرير كسماء يرير بيدها وحب هاي هند الكلو حري وبهي وحن أغلى جرين شواري حمر سوفرنا وحن أغلى جرين حمر يبلع سوفرنا وحن أغلى جرين حمر يبايدو اسمه فرنا وحن أغلي يقلين كسماوي قرقر بهار اسمه فرنا وحن أغلي يقلين كسماوي دوبل اسمه فرنا وحن أغلي يقلين يعني ديقان كيو قبل يستساوك الحرين والديارة دوك الشقينية ما يستفيد كونستيشي بحلقة فائدية بلاني إيش أيوة كونستيشي كمح معلين وروح معنا هاي سماني إيش أي ما سماني معد أبسلود بلقى أنا وحكو سوق بقويني يعني يتقول ديريني كونستيشي كانو حبها هاي هاي ديبل أغنغو قابل هذا لو أنا وأنا وحنا كوكر سوينا هاي نكاس عبد الرحمن عبد الشكور عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه سياسيين تكرروا نمبر تاع عسكرية عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه دوين تهر معارض بكها تم أول صدي حلبة بكهاي هذا نسيب ستة عادوا لله هي وضدني ما يجوا يسوا قبيل يجوا محي عند كل إيه يجوا محي وش كنس يعني باشنا عاد تفضل لنا ذاك أنا قديم قبيل كي وحس سوتوا حق قبيل الصاف تربة حلو أنا دعوة حلو أنا دعوة ما يهاي ما قبيل قولي هاي
ما إن بنت له لو إيه بنت له ما جديد ما شرتين بعد جديد وحاس واسوه وح الله حكي كلام مش تطوال تاني وكوع حلو بعد ما شرتين ما هين لكن وح حلو أنا الصوماليات بهاي الموت وح الله قد نيجي خير بعد جديد بنت له بعد جديد وح الله حكي كلام مش كونسون كاس ما ده الصومالية ده كبت وما محي بنت له أنا قبته ورجع دروح هذا شهور وح لنا إنك هلو دعوة إلى هبركي هل كيد بقولك بقول كيد ودي تيالي نيو كونستيوشن عندي لقي يليه يمشي كشقيني سحاق عبد الرحمن سمو ولا اللي ودين دونا ولا سحاق أب باو ما سنتهي هالجماعة ميل في عم بات كنتي ميل في عم بات دكتي وأنا كأجمع علنا مدر دير لنا السوق يسي I believe إن أت كنتي تلقاد بدل نص بس أب كأجمع علنا هذا عمر سود وو عبد الرحمن وحلي هي تمبو بحي عبد الرحمن وحلي وريا سيستم بالوص عليه سودو عمرو بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايد السلام عليكم مانتيس عبار باندقي السنة مدرد حان صوغة لي مورانا يوم بلو بيبان صوغة لي ورد السيدات ابو حفي عن مركي تدب عن وحشر يلقى هالله يو سيستم لو ذا يقانو اللعوق يهي لقو ذا ديركسان يهي إن قفكم مركو هذا هذا الكيس لوجيك يو وح ماركتي دعكر معقولة قصلا يو وح باهدا كاني وحان لسما يو ولوجيك قصلا يو باهي شرتاو موخان كدا قفك كم قدمي كدا إن وحان لو باهن يهي وحا كلاو هدي لكن إموشن قصلا يسو قفان مسكوليرن هاي أما هنشعل هاي أما حل كربو أما أن حول كربو بان كرة عصانة that's emotion it's not logic أدقو سنارو أفكر تي وهي هداد جروب أما دقان أما قلائس اللي هذا يكوح وماي that's emotion سوصوما دان كرام مركا هادا الكاكو حتى بوينت سيالان مايو هدي مركا وحكست الله يسكو قبطو ومدو وحو يسكو قبطا وبدو وحو يسكو قبطا حسبيا وحو يسكو قبطا سياسين با وحو يسكو قبطا كان حسدا حسكو قبطا whatever وحده ما جروب وحده مران ميلون نقطة يوم مرجع شرع لغو كلام هو أما ريفرنس أما بولس أما كروس لغو كلام حاجرة وحا قرنا قد يو خيسة أو تشارج كريسة أو كلا صارتا لا قفل با كربو شرعنا هي وح شرع كان صديق أيو قد كوس حسنا نيسا intay dagaysato ayaa la rabaa inaga hadda wadanka waxa ka jira wad la rigdan laga hadlaayo parliament siyaasiyiin isteeddo shacab cid kasta waa constitution marka constitution kala farageliyo ama laga hadgudbo ama dusha laga tunto ama isaga la farafarayo waxa weeye waa crisis constitution weeye shaqadaasna waxa iskale maxkamada constitution ورتا انو لوجيكال اس ويدين ادل كانو كونستيتوشن كود ملاي ماجر و اورانيسا مدحوينو حق بوليهي انو وحاي وحا سميو ما يحق ماله شعبك حق له بارلمانك حق له ادي اورانيسا يا سياساتنا حق له محكمه داس ورتا ماجرتا هداين جيرين ياي كو خيرانتahay هداين جيرين ادى اي كو خيرانتahay انو مغعابو او سميو illa waxba waxba laga hormariya suusumadan garan waxba ka hormara oo hadii kale catch 22 ku jiraysa markii aad jaamacadda nimsada shaqo doonato waxa lagu leeyahay khibrad ma leedahay experience ma helay maystadaan shaqana helay maystadaan maaragtay balgi markaa this waa iska daba ka wareeg ma horta shaqana helay san experience soo mase experience bank kansada marka hore xagaa experience kale sadan shaqo helay horta inaga ko maxkamada waxa dhiri galinaysa rabitaanka iyo power hungeriga madaxda siyaasiyiinta qabto oo dareesanada ku kalifaya iyagu arintan slogankan loo bixiyay shaqada toloshada inay tay rabaan marsadaan oo ku sii jirayaan waxay haystaan ko laba advantage code qabanaya inuu soo jirno constitution code
محكمه لميت ميل لو كلا بحايو ليس متك سكن اللي بانو كربت طخ ودي العقل السينايو قار عبس لو مغيسيايو ميل معناها تدوي مرياس لو دوت واخ لا دغايا ولوج لا دغايا قلو ولب متلادي اللي بانو جوج ورمنن عبس كنلو ولا لو دلايا كو جوجا با واخ كاغه هوري منايا مسنن العقل لو برايب غرينايا العقل تي بينيسون لاركايو با واخ كوغو ديدايا تنكله لبدا عقل ارنتانو ما ارنتا قولن لو ودا فريسيو ولا ودا عدي وما جرت لبا قول محابا لو سمي لبا قول إني أحاطو سكن جيت ووح صحا إني سومرين جيت كي غوري إلا مدنا وحمة تلا قوري غوص شعبك أرنتي شعبك كسو إيغيان حداي أرنتا باسيان والأركو ولنا الأركو إلا إسكواستو حكا تيران وصحان وحلو قد بيا أقل كسرين وإستيدادا مدنا أقل كسر وحو متلا انترستيقا استيدادا يتلتانك يعبش دودو متلا سوماقرا لكن ميل رفرندم يس او نو لغا قادا يو عضاينا سوماقرا وها يو ميل لغا قادا يو كليا سيدي مدحوين على الدورنا يواسح إنا اللا باتشار لك على الدورن يحل قبل قوة الدورتو لكن مركي شرع الله قالو يا قوة عضايا قعان انتهول ليسوكو كيانو هوتا تاسابة قلبا وان شرعي هاي تتكد شرعي هاي كنو دولك اي كاتيران قريها اقل كسري اقل كغوسي وان لبايس قيت اويس كلا الالية وان لماريو واركتان مرايكان كمارك اقل كغوسي اللي الالة بجستر افكا وحباسيان وعلى الالة سندك قبصري سندك با جوجيو باسي وهاي سوصو بنا قرر محاوية وحي وحي اركايان اني عقبت كينيسو استيدادي كو كينيسو مارك دبال كي كو كينيسو هذا حق شعبي وكيه هو قلادات كتيرة وماشي كالصحبة تاس وحان محاك يعني وال ربي وال اوغا إن لي يرادو كونستوشنك محانكو إرادايا هلا دمايستو محالا دمايستيرايا كونستوشنكو وحوهي دادك شرعيقانك عيقاسي بديال لكي واعيستا واقريا وافر قيبو ديون سطح ماغا قيبو والا ما تابتان لغمبا لمبا فرفوري كرو لغما هادن كرو بها كم ده قضبادهاس كم ده ودينتا كان دينتا كالله يشيغا دينتا اسلامكا وحدودها مفرا فرقلين كالد ومحانكو إراها داي قضبانو حاسا مدنا وحاوهي كونديشن اس عدك وبرتكال كونديشن اسما قريحا ومحا كمدا إن كونسس وكوية مادو وبرتكال كونديشن اسكا بلوتكال اللوغة فكرة بحيط هاي ومركا وحلقة بدلا ايو استركتر دولة نمو قاب كان حد الله وضوكرة واستركتر كي لبدلا ايو مركا إن لقاه الشيو اسكو أقري قريان مركا لقاه الشيو يدن كونستوشن كي لقاهدين دي كاشيان إن استركتر لو قدبكا ايا وحلو درا ايا كونوشن كي لصاري بيسومك عابنا يان كوميشن كي سكو دردر سدين كوميشن كاسا ايقا يا اكسبرت با الله درايا حدنا داد كي با الله قيبين ايا وحا اسبدل كبير عدونا اوي هاي يا ادفانتج كي ديس ادفانتج كولي هاي مركاسا برلمان كاللغو سرع لنا ايا برلمان كي با ايقا يا لبادي اقل با ايقا يا انسعين ايا it's not easy it's not وحقف انتو كر يودو ومساج تسلسو تاغو ما سوصو ما نقرر وحيالة بادن باكلا سرعي نوعاً برلمانكو أواد أولي ببدل كي عميت منتك كو سمعين أيو وشرعية دا سوشال كخصية هرما قدو بدي عافمات كي محانكو إراه داي هادي وحيالها أوردن لغو شقين أيو دنبية دي وحيالها النوع عاصة سوصو ما نقرر وي وعميت منتك لغو سمعين اللي إرادو هرنتا سا هرنتا كو حرنتي وين هرنتا وحلقة بدلا قدو بكال لما يستعماله وعاد لو ما بعد ان بدل قضبك ان فافاهن موقت وحياله تدك اكسبيرت يقو مره يعدنا اياك شرع دجياشن مركه للي هي وي لكن هيكلك ان فدرالك لا تابطو يو ان فدرال لغا تغو سنترال نقو يو ان مولتي بارتي لغا تغو او بولتي بارتي لغا تغو سيستم وان نو قرنيا داين نيم با وخلها محانكو إلى هذا 4.5 مقرها
ما ها تستور 4.5 وحالكم ملغارة إنها وحا إنو قرن مالتو بارتي سيستم با إنو قرن تلكان إنو آدو ودورشا وان مان وان فوت آدو أول وحاوية مركز تو دورشا دعيسو لفاق با لغو درابون تلان يا فدرال كبال ليرا آدو برلمان كان لفاق لغاية دورشا دي وانلغا غاري واي وان مان وان فوت therefore وان لغو قابتا تيندا دي ومارك تي لغارسيا سمعنا لكن ما هتندو تستوري ما 4.5 تستوري ما قضبة تستوري ما قضبة سياسة حشيس وماشي اللي قوي يميوي وحلا يعني مركز دادكو اسكو قلدين حال كان يقضى ياشا الصوحولة تستوري ما وحلا السياسة داد ايه شيسيو انبقادي يكسو بالعوضي وي وانا وحيالها ان لقا قدبو وانا قرأي وحي لقا قدب لها ومولتو بارتي سيستمز يو ماركتي دول دورشاه سيلوك دولد وحي لها لابد دولد دولد فدرالك هي دولد حمناك مدو ولا باستراكتر كيدي بيلانا كو اللي لا يهلا دم يسترو لقالها سيد الله قيب سنة يو وحيالها محانكو إرادة حدودها استيدة دول دحية محيالة بدن يرير أوساس أو حوغا واقي سنسة تفكون نقضي ايا يري مركان لغا اسكو تاقنو oo inuu system keenay degsano waxa muhiim ka qabsano kuwaan halay isaga soo noqdo yaaynaan waxa nimnaan okay maxaan aanu noqdo keenay waxan keenayaa oo power hungry ga keenayaa sidaan ognahay waxa keenay madaxweynaha keenay commission ma keenin parliament ma soo propose kareen hukoomad ma soo propose kareen madaxweynaha maalin masaaid ka hadlay oo yiri waxaanu u baahanahay dalku madaxweyne madaxweyne ku xigeen iyo laba xisb oo baahanya إن لقى قدبه بدح وين هن يوكو حرين يهو تقع يا إنفلا وسكرية ووحا كليو إنو لسو نخد وحو تقع إسماعيل عمر جيلة سيد الله قدورتي يسدو كتشوك ينتو تشوكو واغنا وحو تقع أفورقي إريتريا سيدو كتشوكو يسنتو تشوكو واغنا وحو تقع وساحب سن اللي كان يوغاندا بو تقع سدح دو سدح دا زارون مورلوخ That's where madaxweynaha ku socdo hadaa jicayshiin iyo hadii kala waaqabka ay ku joogan oo xisbiyada doorashayba way sameeyaan afwargi mooye oo yes iyo no Hassan Guuleed waa magacaysi kan uu qabtaa ninka la yiraahdo Uganda ninkan Djibouti uu qabtaa iyagaana ku soo noqdo waana sida wax formalaha uu wato oo ku socdo waana saddexda nin oo mar walba u tago والله صوت الشدو والله صحيح دو انت اسو انو كانو كسو بحضي ومساعد كان ملغو راح ملغا يال استراكتر كي دما يلغو سو هشيي وداد كي كو سو هشيي صدح يلاباتن هبطر هات سو حبان واقري هاي صدح يلاباتن وورلو ردي يوبركي سياسة دو كاقو ايسي وودنك ايال واقع سو اقول هذا سلا سو اقول هذا عقبات دي با دبلو اقول لابان هاي مركا waxa inaga in rubna war wixii loo jirta may maxaa marka keenay mid kale waxa la leeyahay daday maqan Somali activism waxa qof baa wuxuu lahaa ina mid aan aqabad ka imanayso laba isqabsi laba laga hadlay prime minister iyo madaxweyne isqabsi war madaxweynuhu isaga prime minister ka magacowda isaga choose kareysta ama mid aqoon leh ama mid aan aqoon lahayn ama mid doqona ama mid fariida his choice qof uu is oran karo usaga kuutum jilicsan oo kula shaqeyn kara oo loyal ku ah haduu noqdo saanin lawgeysi oo qabiil kala haduu noqdo qaraabadeysi haduu noqdo adabshankiisi haduu noqdo xogayntiisi maadaama shuruud waxa weeye u tus inuu qabiil kala yahay that's it laakin one of his families or closest waxa weeye qof isaga lamida ayuu keensaday waa choice isaga appointed karaya شرع هنا واطع لقوا ما قبصروا عدوا كنصروا كيكو حماده متكلوا بدلا كيكو حماده متكلوا لكن هدوبوا هادوه إلا اللوجيك مركنوا هذا مدح وينه إيه مدح وينه كحجان لوضا دورنا اليوم من يوسن وساقوا جوز كرين إلا صادورتي وضد وينه صادورتي وصيدة بنت اللان قبصتها وداعوا جوز كيسا كوئي ماذا يا ما يبينوا مركعوا وحكسب بوضو لكن وداعوا جوز كيسا يا يري ما قبصنا اليوم يا يري دلك هدو سيحن كواتو ما او كاو مانايو ما سيوحن نقونا يعني اللي الريرا سو كل إساقنا
نين قبيل كلام ما معناه حقه ود إستا أدفانتج كلاجا هلي كرو ما تفضل شعب كدنت وجود شرته يوم مضى يضلك إن مدحوينا يا مدحوينا كرهجان ويشو إسكدة هل مدحوينا كرهجان دولتك عنك صدق مدحوينا كرهجان وصدق قبيل كلام يلا ودكتي كيو هريس ولا توكتي كيو هريس توكشتو مدحوينا كتر سوسمان كرم مثل الله بوك كتر سوسمان كرم مركا وحوي وحين صارقني دولتي صدق هذا مدحوينا كرهجان الله عيده يا أو يرسان وحما أما وحكا بدلي هل نرى مدحوينا كرهجانا سوسمان كرم ماي وما ما شكدو سان شكدو سان وكوينتا شكدو سان وكوينتا شكدو سان وكوينتا موقت وح وعين النجدة كان لونتن كده كان قلبك أنا كده كان وحباه هذا أنا جا حتى ران إذا ويدينا يا أنت السبورترز كوا وتراو والله مرينا يا إيش هذا كارنتيتك إنان مدحوينا مدحوينا كرهجانا سقف سنة والصوت دور تكل حرة إن فائدة أقول جدا مدحوينا كرهجانا إلا وحوي مدحوينه أيار ربا أواتي أردن إنو سكو مرور صدو وحينو كعرارينني وفدرال كأسماي سنني وديسنترلايز إن باور كو خيب سمو دولة دا إنو رنقرأيو برايم منستر ورنقرأيو ودو سيدي إنو الحرمات كي كسو عانا مالا إنو لحين سوما قرم حدات تستور كالله شوتر هذا تور تانو ردانا يا سيدي دولة دي كعانك تواق قولني ودالك وريكتكو حكوميسو waka marka markii hore dawladdi hore federaalka ku dayday waa shaqeyn weyn haddana waxa lagu dayaa structure in wax laga bedelo oo qab doorashada war la imaada oo dawladdi la imaada dawladdu waa dawladda xubnaha dawlad federaal waxay dawlad ku tahay dawladda xubnaha Soomaaliga leedan ku taliyaha ma leedan ku waa ciidamada askarta oo unugunug iyo koox-koox iyo u dhisan markaas uu awood iyo quwad yeesho laakiin haddii taliyo socdo taadeer tala kasto keeno dagaal cid ma gelin karo waxba ma qaban karo madaxweynuhu waa Xasan Sheekh Umar oo hal daqiiqo aad noogu soo koobay su'aal ma ku raaxay waa maay waa ka baxbo maay su'aal ma ku raaxay su'aal ma ku raaxay madaxweynuhu waa Xasan Sheekh Xasan Sheekh waa ogeyn dowr sanad koor wuxuu lahaa masba qorta iga duuban madaxweynaha waxaanu kaliya waydiisanayna oo usaga reference uu fiidiyadiisi markuu mucaaradka ahaa oo farmaajo joogay intuu ka cabanayay oo lama sameyn karo iyo macquul ma aha iyo ma dhici kando intii uu sameyn haddoo intii uu diidana yiraahdo hadda waa sameynaya waa hypocrite hypocrite qofka ana waa la yaqaan wuxuu yahay waa munaafiq waxa diidanay halka hagaarsii kada kada munaafiq maya dama anigu usaga amali laakiin haddii uu sameeyo baan واحد كونديشن اللي بانكو حيلا أنا أقول ما هي قف إسكاي ستوبيد أو ماذا وينو واساس مالي لكن واحد كويري قفكو وينو أغنهي واحد ديدو أو كديدو أمده إساقو حدو سمايو قف قام يعني بكرت لغرم أوكي بركة سؤال سؤال شان يقصو قبل قبل صدو السكن مارك عبد الرحمن أنا قام مارك واحد وحوية إيه ركاد سؤال شايدو سؤال شايدو هلا كانوا باهدا إنكو كلف فيسا oo disadvantage ka inoogu jira prime ministerka oo madaxweyne ku xigeen aynu ka helayno advantage kan ka helayno dalka ugu jira dalka iyo faa'iidada shacabka kaliya inta halayga qadbiyo waana ka baxay salaam aleekum waa maasan taa salaam aleekum sod maya sod second bar su'aalna ku idiyo sod second hal nooga badinay adoo mahadsan adrihan jibiil ba su'aal keenay wuxuu yiri okay system key waxaan siin doona daahir daahir waxaan ka codsanayaa inaan tooba ka hormariyo adoo raali ah waan daahir aan Cabdiraxmaan Jibriil ba su'aal keenay oo wuxuu yiri hadii ka soo qaad hadda la meel mariyo system kan aan madaxweynaha yaani presidential system ka nidaamka madaxweynaha oo laga guuro nidaamkii parliamentary-ga ee madaxweynaha lagu dhex doore ay dooranayeen baarlamaankii la soo xulay hadii nidaamkaas loo guuro nidaamka madaxweynuhu wuxuu farayaa in dad in popular vote uu ku yimaado madaxweynuhu oo shacabku soo doorto aan xagee lagu dooranayaa madaxweynahaas laba sano ka bacdi aan ilaan baarlamaanka ba soo dooranaya la yiri waxa dooranay dadkii Soomaaliyeed aan Cabdiraxmaan ba su'aashu iska jawaab wuxuu yiri wariyaha system baa lagu dhaqbi karaa teendadii baa lagu noqonayaa sidii loo dooranayay
madaxweynaha oo madaxweynaha hadda loo doorto baarlamaantariga systemka ah ayaa asaga iyo ku xigeenkiisa laga soo dhex qabanayaa baarlamaanka uu dooranaya. Marka 30 sekan adoo adeer umar noogu soo koobay, ma maqashay weliga nidaam presidential ah oo popular vote loogu talagalay dadku inay u soo codeeyaan oo baarlamaanka sidaan hadda parliamentary systemka laga dhex doorto baarlamaanka oo constitution ahaan nidaam madaxweyne ah laakiin doorashadiisu ay tahay parliamentary? عمر مايك فرو وسو كوبيا وسكن كايشك تيما كوبيا هدايا نظر كي وحن كوبي لابي تدك قارنة لوجيك بيو هدليا قارنة وحوية وإموشن هدان قفكو أركتدي يسا لوجيكو السلين ووحدتك أولقا يوحن تمايا وعقلك يسجل كروشي يجن دواء إموشن واسكا قف تعايلي وقروب تعايلي عدائي قرابة تعايلي whatever هنقولي تعايلي marka qofku hadduu inta ku jawaabo waa emotion aynu ma u raacno taas oo aynu niraano tendada lagu soo doorto tendada cidda wuxuu dooray ku dooranaysa xaqeeb ay ka imanayaan yaa soo dooranaya saa lagu keenay ila sawti lagu kala tagay oo raalida laga wadaanay that's all inta ku xiran logically ka badiginay tendada lagu soo doorto oo la yiraahdo madaxweyne babalara oo one man one vote baynu tenda ku dooranayna tendada baarlamaanka ka imanaya محمر بالله جاور رسانا يا كوين دو حري سيدي هدنا وين عدنا متلين دولة ده زمر كشرع من نقرن إنسان أما يا كينا يا مرتوان تاس الله يسلمك أدبض ما صنتبرك وأدبض ما صنتب وانتي في عم بدرنتي وانتي بقى يقدر مي أتساق بطي أنا وحنا على ذاتك مركي حلان وانتي عصب نقصو كلية وانتي وانتي ما أنا قرن وقرن جري هذا الله ذاتك وانتي هذا لك عاو ما أنا قرنين وانتي في عم بدر حلس كانوا سؤال معنا لوجيك انسر جواب انسر ما فائده امه يا دلك يا ددك او جيره ان مدحوينه كلجين ان ادنو سومالان كره او برايم مينستر كو ديبته او انغو هيو كاتغنو ما حدان 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 هلي بوينتيغاس او وليبا برايم مينستر كو سو قبنيه او تشويس كو سو كو كينسنيه مدحوينه كو خيغين la soo doortay oo san ayrin kirinin oo sida asaga loo doortay loo soo doortay waa point aad u muhiim ah runtii pointyadaas pointigaas su'aashi jibriil su'aal maalin dhaweey uu keenay nin dhalinyaro ah caawana uu ku soo celiyay qof kale oo ah ruuxani waa wax nalagu wareerinayay waxyaabo kala yaani ku hoos qarsoono oo dhici karta in dawladdu ay wadato waa waxyaabo pointyada runtii muhiimka tooba soo dhowlan daahir adan kugu xijinaya raal ah haha wa salaam aya and it's amazing that korka ay isla qosulka ay gudbaan constitution kan ito oo hadda constitution or constitution walena hay oo and waxaanu qorqornay wax anaga hore aan soo wadiishino u vote gareyno no dhameystiran and waxaan la umiskan oo saaran ma hay wa may yani waxaan hadda madax la iskaga jibinayo waxay ahaayeen wax yar oo lagu soo shiyay in Soomaali dowlad loogu sameeyo maamul goboleedyo aan dhisneyn hadda waxa jira golaha shacabka aan joogin madaxtooyadii oo dhinac laga heesto yani waan ka badi weynay waaye aan lugaheena ku istaagin hal mar wax loo soo qoray ahaayeen oo kadibna ay 800 oday markiino ay saxiixeen marka maanta ma waxa rabtaan 2024 anagu oo dad nool ah oo markiino wadankeena hana qaadinta naga la cafiyay markiino hubkeena hubkii maxaa la cunay qabateenta naga la qaaday in dawladdu eg you know inaan maxaa la aan dhahno yani waxaan intii isku haynaa oo haddana embarrassing markiino qof ani waxaan bal yaabanahay yani dadka maanta dhan u dooday 4.5 in lagu haayisi embarrassing waa inaad tiraa qof walaalka oo Soomaaliya half way anigana full ahay aniga kaga haqle asagana yani waa dadka hata loo sheegi kara maan mugta marka waxaas adigoo heesto kor fadhiyo inaa haddana tiraa constitution keeni waay lama taabtaan waay yani I don't understand and confused kun ahay marka aniga yani dowladdan expectation keega way dhaaftay
every madaxweyne oo soo socda wuxuu jiray in waan dhameystiray dastuurkaani tuu la furaya in waxyaabaha ka khaldan waa laga saaraya ma ku soo socda 20 years 21 years how many years yaa is sixi karo adirsaq ma sixi kartaa ma qasan soo socda maybe 2012 kii in loo ha marka anigu wuu dad jira ee intaas dad sideed buqiyo I don't know sideed buqol ee dowladta inay sharmaxo sidan number key okay marka intaas marka wax waay waa soo jiitamay oo lacag lagu bixinay oo yani fiir wax badan ku xiran waxa ku xiran dadnimadeen waxa ku xiran you know in maxaa la isha ina wadnu e kaan waxa ku xiran in aan inaan qano yani sidan wax ku kala qabsanayn waxa isla leenaa iyo waxaan isla leheen iyo waxa markino wax kasta in la kala saaro waxa you know yani wax badan nooga xiran in dastuurkaaneeti oo markino inuu noqdo dastuur anagana geeyo oo markino aan markino adduunka aan kula jaan qaadi karno mugta marka intaas oo sano markuu soo socdo intaas oo qarashan uu ku baxay maanta in aan markino meel soo istaagto tiraa lama taabtaan waaye yani maxaa ka dhex arkoosaa yani ma rabtid miya inaa maanta anaga fiiri laakiin su'aal walaal xildhibaanadi maantana waad dhegeysanaysa markay hadlayeen yani hal mar inaad intaas oo qodob aad bedesho dastuurka waa lagu sameeyaa amendment lama diida in wax laga bedelo laakiin kow inaad intaas oo arino inta yani sagaashan dhowr baa la sheegay anu maana arkin runtii laakiin waxyaaba fara badan baa laga bedelo waxay leeyihin ayuu ku doodayaan dastuurkii waaba la bedelo dastuur cusub waaye yani marka amendment hadii la sameynayo ma hal mar baad wixii oo dhan bedelaysaa waxa meesha ku qornaayba horta wax iska wada hor imaanayo ahay horta ani waa la bedel ma aaminsan mugta waa la toosinoyaa aaminsanahay wax la bedelo ma jiraan yani firi waa iska wada hor imaanayaan maxaa xaq u leedahay adiga dowlad goboleed hadduu maanta u khayraadkiisa lasoo saaro siday u kala leeyihiin maxaalaaishee meeqaad tegeysa federaal federaalka muxuu yahay maxaalaaishee muxuu xaq u leeyahay muxuusan xaq u laheyn yani wax badana sidaas ugu raran mugta marka waxaasoo dhan in la kala shaandheeyo muxuu yaala marka adiga dadka waxay ka dhex arkayaan xasan sheekh ama waxay ka dhex arkayaan khabiir ay ka dhex arkayaan no wuxuu dhex yaalaa golaha shacabka meel kaga habooneed ma leh inuu meesha lagu shaandheeyo oo qof kastoo maanta anaga naga mid ah oo lagu matalo yuse marka walaalayaal ani waxaan fahmi lahay horta waxaan mana geeyaan oo hore noogu qornaa makuu qalma adigoo qof soomaali inaad tiraa 4.5 iyo waa ka baxsan weyne iyo waxaan isku dhex wada oo anag qof u vote gareysa maalintii la qoraya xataa wax joogay male oo maanta odayaashii markano oo waa waxay meesha ay ku samaysteen waay mugta marka ani horta waxaan taaganawaa xeer jajab halkiiba halkaa galay lakiin 4.5 dastuurkaokmmabisa thank you firi ani waxaa taaganahay istimekii oo loogu talagalay oo maanta maalinka munaasabsaneed ma jirto oo markino shalay tani meesha oo markii lasoo sameynayay ani adigaba ma joogin waxna ugu matalana hataa ma joogina aaminsana ani xaggiiga horta maba joogin maba joogin waxay ugu matala meeshaasit majority of somaliana ma joogin jubbaland may joogin koonfur galbeed may joogin hirshabeelle maysan maba jirin kuwaas maba jirinba maxaalaa isheeg banaadir sta iska dhaaf maxaalaa isheeg galmudug koonfurta gaalka ayaa ka joogta taset odayaal koonfurtakaalka ayaa ka tegeen marka maanta intaas haddii ay isku qaateen oo la qoray oo soomaalina ay tiri aan kusii socono maanta adiga aan meesha aada ka maqneyn maxay taa dhibaatada kugu haaya yani maxaa ka dhex arkoosaa oo golihii shacabka oo lagu wada dhameystiraya ee lagu faaqidayo marka ani waxaan taaganahay yani soomaalideena problemkan heysta waxa waaye only yani ma aragno wanaaga maarkino qofka noo qabanaya waxaan aragnaa qolofkiisa iyo wuxuu yahay mugta xataa hadduu madaxweyne kale hadda meeshaas imaado kuwo kale asna waxawaaye saasoo kale maaragtay garaadaha uga rifaya simply because they don't accept inuu maxala isheeg meeshuu ka imaado ama wuxuu yahay yuse marka wanaaga uu sameynayo micno ma sameynayso marka ani waxaan taaganahay madaxweyne kasta hadduu iga soo ballan qaaday maanta dowladdan markino ku dhiiratay golaha shacabka ee geysay yani ani maanta madaxa ay furanaa taaganaa oo welina in maxaalaaishag yani expectationkeega xataa way dhaafto oo eh yani heer waxnala gaaro oo dhaho adigoo shacaba muwaadi se u aragtaa yani waxawaaye is amazing for me yani waxawaaye waa laygala tashanoya mugta britain waxaan u soconaa ina aniga
aan markan u vote gareey inuu anfacay in kale kadibna markan markan marka waxa muhiimadu waxay tahay in anaga horta yani aan ka baxno iyo anfacay dastuurka dastuurka uu anfacay qofka haween oo dhan haween hadaan nahay 4.5 waan ugu caawi waan ugu baabiya you know maanta markii oo dastuurkaani uu dhameystirmo one man one vote loo dareer wuxuu ugu anfacay waxay tahay in aniga oo haween ah aan aragtidii dadka aan ka iibin karo aan kadibna markino aragti aniga wato dadka ugu soo raaci karaan ama maxaa la isha ah heesto fair play ground oo markino aan dadkaasi kula tartamo odayaal aan markino ee hoos aalin faidkayga odayaal oo waxe markino aaminsiin aan hoos aalin waxay anficaysaa ninkasto oo maanta la yahay bond firefight tahay ma geysid ama langaaba tahay qofku dooranaysa male oo akhligi iyo garaadki iyo aqoonti Soomaali oo ku dhisan heystay laakiin amarnaba markino aan galeynin maxaa la isha ee kursi ugu sareey kaasna way anficaysaa simply because maanta haysana intaas oo markino oo qof oo maanta oo wadankeena yaani heer gaarsiin lahay maxaa hor istaagsan waxa hor istaagsan in wuxuu asaga oo meel wuxuu asaga ku dhisho wax uu ka sameyn kari jirno qofna yaani uu ka laan gaabsaneen laakiin loo qortay markino oo lagu dhibaateenay ma fahantay haduu wadankiisa wax u qaban lahay aragtidiisa markaas waxa hor booday qof aan waxba qorino waxba aqrino wax aragti uu leeyahay jirino meel uu loo socday iyo bidix iyo midig meel laga jiraan aqoonino maxal ay sheegeen in naftiisa xataa gabay horbooday mugta oo dhahay kana aan agii adiga ma geysid marka waxaan soo dhanaa naga tagaayo waxa imaanayaan dad fariisul dadka shacabka Soomaaliyeed kartidooda iyo aragtidooda ugu soo dhaxbaxay oo markino maxal ay sheegay ugu hoggaaminayaan kursiyaasha ugu sareeyo kuwaas aan markino aniga aan higsanayna marka maanta hadda adiga rabtid oo aad dantaadan ka aragtay in nugulu haya meeshaas iyo markino ha tagina een markino ha u akaanina dadnimo in markito in has dooranina een meeshaas ilaa isku hayl rabo de aniga waan ka dalnayaa leenahay marka aniga wuxuu anfacayaa dastuurkaaneeyo qof kasto oo rabo han kale wadankaas inuu wax ka bedelo oo maanta aan jaans u haysanin in wax laga qabto markino maxaa la sheegay in one man one vote loo dareero marka walaalayaal I don't know yani qofka hankiis oo maanta siinayo waxaanay isku wada hor imaanayo sidaan wax u kala leenaa iyo sidaan wax u kala leheen la kala garineen qof laba qof oo muwaadiniin Soomaaliyeed walaalay dhageys u kaadi kala fadalayne laba muwaadin oo wadanka u siman kala fadalayo oo midna leeyahay waxa taalandheero meesha waxa doontaa ku sameyn kartaa waxa doontaa hoggaamin kartaa midna leeyahay waxa taalangaab you know in xallaayisha waxa soo dhano isku wada daadsan in la kala faaqad waa time keedii lagu jiraan leeyahay marka maxaa ka cabsanaa maxaa ka walwalay ee maxaa waxa ka walwalay subax waa miya marbtid ina tagt xallaayisha waxa lagu soo cariinaynaa miya ki aad dhays shalayto in xallaama geysid kursiga akugu soo socda ma ka walwalaysa ma garanayo de mid kale waxa la leeyahay madaxweyne ku xigeen waalidiidaya aniga hadaan doonno adduunka dhan waxa hoggaamiyo hal group oo isku wada aragtiya isku hadal wada ku wada hadlaayo hal aragti kale wadanka waay u rabnaa yani laba qof oo iska soo horjeedo isku power soo kufi ana halkeef waxaan u tabayo adiga wad qolka ma bahagaynina xisbi kale oo ayna isku wada aragtiyo oo isku wada oo wada dhisan markay dowladaasi tala wareegayeen xataa u baahnaa inay markii wax dhisan oo wada dhisan markii walaalay in adduunkan la jaanqaadno 2024 khayraadkeena la soo baxno ilmahaana shaqeystaan ismihiimada way oo markii uu leeyahay markii waxaan leeyahay dowladan expectation keyga way dhaaftay in maanta xamaraa in laygala tashto in shala laygala ma tashin waxa markii la harhariiqay een marka wax waa in qof kasto wax oo aragti leh oo rabtan wadankaas inuu horumar yeesho ee uu horumarayo mid kale in la isku xirana ma aha qawaarij in la dagaalo qawaarij golaha shacabka lama dagaasho military la dagaalo weena taagan yihiin ee wixii oo dhahay waa laga soo baxay waa lagu wada naqday xamar hadda ka baxday ilaa gaalkacay baawurka uu soconaya
qabariijo waan ku guuleysan ma maanta in lagu soo celceliyo een dagaalkii kuma jiriyo oo dagaalkii uu ku jiriyo dagaal dawladdu way qaban kartaa dagaalkan inay gasho ee dastuurkan waxa uu doorana waa wuxuu afkiisa ka sheego waa xasan shaqo yiri aniga dastuurkan aan dhameystiraya een qabariijo waan la dagaalaya een waxaan qaban waxaan ku dooranay waa moqta mid kasto oo imaalahay intaas uu dhahay marka amaanta waxaan u jeednaa dawlad ku dhiiratay rabtay inay wax bedesho ee hanki leh ee qof kasto han leena way garab taaganta way ku faraxsan tahay ma santi aad baad u mahadsan tahay tooba walaal cabdirasaaq ma su'aasha gabadha weydiisid waxa madaxweyne ku xigeenka la soo dooranayo aan choice gabadha su'aal yaraa weydiin karaa Adar Cumar, runtii Cabdirasaaq haddii ay ogolaadaan Adar Calaale, waxaan jeclaan lahaa anigu mid. Waxa soo noqnoqday Cabdirasaaq, ha, waxa soo noqnoqday, may maqasha, waxa soo noqnoqday odayaasha meesha joogay halkan ma metelaan, kan ma metelaan, xaggan kale ma metelaan. We want to know if Adar Calaale who has a list. Somebody's mic is open. Thank you. Waxa rabnaa inaan ogaano odayaashii markii la qoray dastuurkan oo hadda 4 qodob ka dhiman in la dhameystiro to be honest erigan aad buu soo noqnoqday lama wada joogin aniga la ima matalin waxa maqala konfur galbeed lama matalin qofna uma joogin hirshabeelle qofna uma joogin xaggan qof uma joogin runtii aniga xaqiiqa hadaan u hadlo intaan anigu ogahay the only people and nation joogin waxa weeyaan waxaan dhihi karaa Somaliland oo waliba harti waqooyi aysan joogin those are the only people nation joogin marka waxaan jeclaan lahaa list is not with me right in front of me if anybody has the list wallahi I would love to in la akhriyo because way soo noqonayaa dad sideed boqol oo dad miya Soomaaliyo dhan sideed boqol oo dad signature ma soo ba please please ayey macaan wax ku baraya aan ixtiraano hostida markay hadlayaan shuruucdu waxa weeyaan gacanta soo taago if you have a point wax kugu soo